لساتك صغيرة بالإنداءة ولساتك عم ترضعي وقت اللي صار اللي صار. شو صار؟ وقت اللي اتهموا أبوكي وشنقوه بالحارة. أنا هاد اللي بدي أعرفه منك. كبارية الحارة بوقتها لفقوا له تهمة إنه أبوكي قتل جوزها. جوز مين؟ جوز أخته لماجد الفوال. شو؟ لك تصوري، قالوا إنه أبوكي كان بده يعتدي عليها. وأبي ما بيعمل هيك شيء. أمي ما بيعمل هيك شيء. لك يا بنتي، أبوكي نظيف نظيف، بحياته ما فكر يعمل شيء غلط. كان بيقدر يتجوز أكثر من وحدة وأصغر مني كمان، لأنه نحنا معنا مصاري كتير كتير يا أمي. يعني المصاري اللي معنا بتشتري فيها كل الحارة، وأنا ما بقدر أمنعه. مزبوط اللي عم بتقولي، مزبوط. أصل القصة يا بنتي إنه أهل الحارة ما بدهن أبوك يعيش هون، لأنه بوقتها كان هو الكبير بيناتهم وكلمته مسموعة عند كل الناس. أبو جميل هو واحد من اللي شهد على أبوكي وشهد على شنقه بالحارة وعلى تهمته. منشان هيك بقلك دايماً مستوانا غير مستواهم.